طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين برنامج نقطة حوار. وهذه الحلقة سيكون عنوانها عن المتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في خدمة ضيوف الرحمن، والذين بذلوا قصارى جهدهم في إنجاح هذا الموسم. لا شك أن هذه الحلقة سنناقشها بكثير من مشاعر الفخر والاعتزاز لمن قدموا وقتهم وجهدهم، وأيضا يعني لن يتشارك العيد مع أفراد عائلتهم بل شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن. رحبوا معي بمن كانوا في موسم هذا الحج، كانوا كالنحلة التي تتنقل من مكان إلى مكان، خدموا الصغير وخدموا الكبير، خدموا أيضا الطاعنة في السن، وكانت جهودهم واضحة للعيان. رحبوا معي بالأستاذ خالد العويمري، وهو أحد المتطوعين في موسم هذا الحج. حياك الله أخي خالد، ونورتنا اليوم في برنامج نقطة حوار، وكل عام وأنت بخير يا رب. وأنت بخير وصحة وسلامة أستاذنا أحد. اليوم صراحة مبسوطين ومستمتعين في أنكم سلطتوا الضوء على جهود المتطوعين في الحج، ومن خلال الاستضافة اللي استضفتونا، وإحنا ما إحنا إلا أفراد يعني عود من ضمن حزمة، فإن شاء الله بإذن الله أنها تكون حلقة جميلة تعكس جهود المتطوعين في الحج بإذن الله. وأيضا على يعني الطرف الآخر يعني هناك الأستاذ خالد الشيباني، وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا وأحد صناع المحتوى الذي بذل جهده ووقته وأيضا استثمر شهرته لإبراز دور المتطوعين في موسم هذا الحج، وأيضا كان أحد المتطوعين في هذا الموسم. حياك الله أستاذ خالد، ونورتنا اليوم في برنامج نقطة حوار، وسعيدين أيضا لوجودك اليوم معنا. ويحيي المشاهدين الكرام، وحنا أسعد بوجودنا معكم. بالفعل أكرمنا الله سبحانه وتعالى هالسنة هذه مثل ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى في السنوات الماضية، وحضرنا مع المتطوعين، لكن في المرة هذه أنا سلطت شوية الضوء على جهود المتطوعين. حبيت أنقل يعني أعمالهم، حبيت أنقل هم كيف ينامون، متى يبدون التطوع، إيش المواقف اللي تصير معهم، والحمد لله طلعنا يعني بمحتوى طيب للمشاهدين. جميل. طبعا انتم نقول لكم الحين تو بدا عيدكم ولا يعني كلام انتم بخير؟ يعني من يومين كذا، من يومين بدا عيدكم. والله انا اشوف انه بادي من اول يوم العيد مع المتطوعين، لكن جميل. احنا فرحنا فرحتين، فرحه العيد وفرحه انجازات المتطوعين. بس كان العيد شوي بعيد عن عائلتكم، بس كانت عندكم عائله كبيره. اللهم لك الحمد، اهلنا اصلا هم الداعمين الاولين لنا، هم اللي يقولون روحوا وتشاركوا في العمل التطوعي وخلونا نشوفكم، يفتخرون يعتزون في ان ابنائهم يشاركون في الاعمال، خصوصا في مجال خدمه ضيوف الرحمن. بعدين لذة العطاء ترى ما تضاهي هاي لذة. صحيح. يعني كون الإنسان قاعد يقدم في موسم الحج وفي خدمة ضيوف الرحمن، أتوقع أنه هاللذة هذه والمشاعر اللي يعيشها الأيام اللي هو عاشها مستحيل أنها تكون يعني أو عيد الرياضة وعيد الجمعة الأهل بيكون أجمل منها. صادق. جميل عيد الأهل ولمة الحبايب، ولكن لذة العطاء أجمل منها. أنا أستاذ خالد راح يعني أكون معك وأقف في كل نقطة أنت تتحدث منها معها أو عنها قبل قليل أيضا أستاذ خالد العويمري، لكن تسمحوا لي نطلع على تقرير نتكلم فيه عن جهود المتطوعين وأيضا عن المساهمة الكبيرة للمتطوعين في نجاح موسم حج هذا العام. نشاهد التقرير سويا. إذا عدنا لكم مشاهدينا من جديد. طبعا جهود المتطوعين هي من أكثر الجهود التي أيضا كانت بالإضافة لعدد كبير من القطاعات الخدمية، القطاعات الحكومية، القطاعات الخاصة التي كانت هي في خدمة حجاج بيت الله. وما أن تم الإعلان عن نجاح موسم هذا الحج، إلا أن طبعا هذا الإعلان دائما ما يكون هو زي اللي نقدر نقول عنه الوتيرة والروتين اللي الحمد لله يا رب سنويا دائما تتكرر، ولكن في كل سنة يتم فيها الإعلان عن نجاح هذا الموسم يكون فيها شعور وفخر كبير جدا. لقطات قاعدة تظهر أخوي خالد، أبي اليوم تقول لي كيف بدأت قصتكم في التطوع في الحج؟ طبعا هذه المبادرة هذه من أقرب المبادرات لقلوبنا جميعا، سواء أنا وحتى أخوي خالد أو حتى كل الشباب اللي موجودين معنا في مؤسسة وقف شباب خير أمة. هذا البرنامج عندنا برنامج اسمه سوقي حاج أو ضيافة حاج، سنويا يقام في عرفات، تقريبا بدأنا فيه من عام 2017، توقفنا فترة كورونا، والسنة هذه ولله الحمد الرجعة بعد كورونا، فكانت المشاعر مختلطة على الشباب كلهم، وكل واحد متحمس وكل واحد يبغى يروح ويحضر في هالمبادرة ويكون يعني متواجد في خدمة ضيوف الرحمن. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى وتوفقنا في أن نكون السنة هذه من ضمن خدام ضيوف الرحمن، ضيوف بيت الرحمن والحجاج، ولله الحمد والمنة. وطبعا هذه واحدة من عدة مسارات احنا نويناها في حج هذا العام. طبعا أنا وأخوي خالد رايحين برضو متطوعين
مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. السنة هذه في تكاتف للجهود وفي برضو تكامل للجهود بين وزارة الحج وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وأيضا المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، وما تم هذا التكامل وهذا إلا يعني تحقيقا لرؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع، وبرضو في تمكين المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن اليوم الحجاج. احنا طبعا شاركنا في عده مسارات مثل ما قلت لك، واخوي خالد طبعا اللي هو تميز السنه هذه صراحه كما هو متميز دائما وابدا الله يعطيه العافيه ويكتب اجره، في انه سلط الضوء على المواقف جدا جميله، يعني مواقف صراحه يعني الواحد وهو يتكلم لها يحس يعني بفخر، يحس بشعور اللي هو يقول يعني الناس هذه وش قاعده تسوي، كل المشاعر اللي ممكن تجي على بالك مختلطه في هالموضوع اللي هو في الحج. سلط الضوء عليهم، شاركنا معهم في المبادرات، أيضا أقمنا ونفذنا مبادراتنا السنوية اللي تقام كل سنة ولله الحمد، يعني نحس السنة هذه إنجاز يعني عظيم صراحة. جميل. وكل الشكر أصلا للقائمين يعني صراحة على عدة المبادرات، المبادرات هذه وراها فرق عمل كبيرة وجهود كبيرة، يعني لما تتكلمين عن جهود وزارة الحج والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وبرضه اللي هو برنامج خدمة ضيوف الرحمن في مبادرة كن عونا أو برنامج كن عونا في الحج، قاعدين يشتغلون من فترات من عدة أشهر على هالبرنامج، احنا قاعدين نشتغل من قبل رمضان تقريبا، يعني كان عندنا برنامج في رمضان وبرضه قبل رمضان كنا نشتغل على برنامج الحج، فكل هالبرامج ولله الحمد تيسرت لنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا أنا أشوف أنه تفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني اصطفانا واختارنا إلى خدمة ضيوف الرحمن، المفترض أن إحنا نستشعر هالموضوعية وإحنا لنقدم يعني أقصى ما نملك من إمكانيات ومن مشاعر تجاه الحجاج، دعوة حاج، ابتسامة حاج، أشياء كثيرة تفرق معك في الحج صراحة. فمهما تكلمنا ومهما يعني وصفنا الشعور لما نجي على جانب اللي هو الشعور وانه كيف شاركت في هالمبادرات وشعوركم وانتم قاعدين تعطون وشعوركم وانتم قاعدين تقابلون ابتسامة الحاج ودعواته ورفعة يدينه ويقول الله يوفقكم ودعوة في يوم عرفة وقاعد يدعي للمتطوعين، تشوف المتطوع يعني ترى سهرانين من 12 في الليل ليلة عرفة إلى مغرب يوم عرفة وهم يعني ما ناموا، فكل هذا تشوفينه كأنهم ماخذين باور زيادة كل شيء تقولين تقول لا أنتم يعني كأنكم مرتاحين ما شاء الله تبارك الله، هم الجهد واضح وباين عليهم، يعني تلاقيهم الواحد حتى ملابسه ووجهه والشمس كانت حر في المشاعر السنة هذه، يعني كان الصيف مرة شديد، لكن كلها انعكست عليهم يعني الابتسامة، انعكس عليه الروح الحلوة، النشاط، الإيجابية، لما تمرين من جنب تقول تحس أنك بتبغى ترتاح، قال لا عشان ما أفوت دعوة حاج أبغى ابتسامة حاج. كان من المواقف الجميلة اللي مرينا فيها كان في واحدة من البنات المتطوعات خواتنا ممرضة هي، وكانت جالسة يعني في مكان، وتعرفين بعض الحجاج تحصل له بعض الإصابات، بعض الأمور اللي تحتاج إلى مثلا شاش أو علاج أو تنظيف جرح أو إلى آخره، فكانت جالسة، فجيت سألت نفس الفريق اللي هي تعمل معه المتطوعين قلت من متى هي موجودة، قالوا من أمس، قلت كيف من أمس تتكلمون جد، قلنا لها روحي ريحي عيط، جيتها قلت يا بنت الناس ريحي، ما قالت تكفى يا خالد خلني انا الان مستمتع ما ابغى افوت ولا لحظه. الله. قلت طيب كم نمتي ساعه؟ قالت ما عليك انا اذا تعبت بروح انا. فتشوفين مواقف غريبه عجيبه، المتطوعين مثل ما قال خالد ما يبون يفوتون ساعه واحده ولا دقيقه واحده في خدمه ضيوف الرحمن، يحسون انه يحس انه لو راح ريح او نام بيجي احد بياخذ مكانه، فيقول لا خلني اقعد الان اشتغل واعطي واقدم لين خلاص ينتهي الوقت ولين خلاص ارجع لأهلي. ففي مواقف كثيرة جميلة. جميل. الأجمل من هذا أيضا كله يوم زمينا كمتطوعين في مكان واحد، كل المتطوعين كانوا في سكن واحد في مخيم واحد، يعني إذا كنا في ميناء نكون مع بعض، رحنا عرفة نكون حول بعض، فهي فرصة للمتطوعين أنهم يتعرفون على بعض. يعني تعرفين أنه في فرق تطوعية تعمل في نشاطات معينة أو تقدم خدمات معينة، فرق أخرى في مجال مختلف، فأنت تتعرف على الفريق الثاني، تشوف جهودهم، تشوف وش يقدمون، ممكن أنت بكرة تعمل معاهم بالإضافة إلى عملك مع فريقك اللي أنت تعمل معاه الحالي. فكان في خلطة هالسنة هذه عجيبة غريبة بين المتطوعين. جميل. شفنا خواتنا المتطوعات السنة هذه من تعتبر يعني من أفضل السنوات لهم من ناحية العدد، من ناحية المهام، شفناهم في أرض الميدان فعليا، يعني أعتقد يمكن خالد يفيدنا فيها أكثر لأنه خالد ملم في الموضوع هذا أكثر. بالنسبة للبنات أتوقع أنه سابقا كنا نشوفهم في التخصصات اللي هي
الصحية أو كذا. فهذه من النقاط اللي تحسب يعني صراحة السنة هذه للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي اللي أقدم لهم جزيل الشكر والامتنان. يعني السنة هذه صار فيه مجموعة من المتغيرات، كنا يعني نتطوع خارج المشاعر يعني يعني نعاني في لما نوصل المكان المبادرة. فالسنة هذه صار مقر المتطوعين داخل مشعر منى في مخيم متكامل جامع كل أنواع المتطوعين، كل من نوع الجانب الصحي، أيضا الجانب العام، جانب إرشاد التائهين، كل المبادرات مجتمعة في مخيم واحد. فكان في تبادل للخبرات بين المتطوعين صارت صراحة يعني هذه الفكرة في تجمع المتطوعين صراحة آتت أكلها. جميل. يعني زي ما شفنا. جميل. خليني أنا بس خالد، يعني أنتم ما شاء الله قاعدين تتكلمون، أنا محاوري ضاعت خلاص، ما عندي محاور الحين، بجلس أتكلم معاكم بشكل عفوي، لكن أنا بس أسأل أستاذ خالد، أسألك موضوع أن أنت اليوم أحد مشاهير سناب شات وأحد صناع المحتوى، دائما يعني في نوع من انواع اللي دائما يقول لك كل انسان مثلا له رؤيه معينه في طريقه حياته. اليوم ليش خالد الشيباني مع حفظ الالقاب طبعا اختار انه يكون من ضمن المتطوعين في موسم هذا الحج؟ عيدك يكون مع المتطوعين في خدمه ضيوف الرحمن، ما كنت طبعا مع عائلتك الله يحفظهم يا رب لك وان شاء الله كل سنه تعيد معاهم، لكن ليش بالذات اخترت انك دائما تكون من المتطوعين؟ وهل سبق لك ايضا انك تطوعت في المواسم السابقه؟ أنا بتكلم بعيداً كوني أحد مشاهير السوشيال ميديا، لأنه في العمل التطوعي أنا بعلمك ليش أنا سألتك هذا السؤال. طيب جميل. أنا بالنسبة لي هذه عادة سنوية، يعني ما انقطعت عنها أنا وخالد إلا في فترة كورونا لما صار الحج مقنن وصار ما في فرق تطوعية ولا فيها الأمور هذه، فانحرمنا أو خلنا نقول انحرمنا انقطعنا عن التطوع في هالفترة هذه. الحمد لله السنة هذه حكومتنا الرشيدة سمحت لنا بالعودة لخدمة ضيوف الرحمن فرجعنا. ليش أنا أختار أني كل سنة أتواجد في هالمكان هذا؟ لأنه أعتقد أنه أصبح كأنه واجب بالنسبة لي، أحب أقدمه كل سنة لضيوف الرحمن. نقدر نقول أنه بعد روتين سنوي. روتين سنوي، لأنه شوفي حنا نشأنا يعني من سنوات طويلة في مجال التطوع، فاعتدنا على هالعادة هذه، كبرنا أخذتنا بعض مشاغلنا وبعض ظروفنا، فأصبح تطوعنا بدل ما هو مستمر على مدار السنة أصبح متقطع في مواسم، مثلا موسم رمضان، موسم الحج، وبعض الشهور في السنة يعني يكون في عندنا بعض المبادرات الاجتماعية اللي نخدم فيها المجتمع. جميل. فصار موسم الحج هذا ركن أساسي لابد أننا نكون فيه متطوعين، يعني هو زبدة التطوع على مدار السنة، ثم يأتي بعد رمضان وبعض الأشهر. إذا فوت أنا موسم الحج كأني فوت 50% من تطوعي على مدار السنة. أنا بالنسبة لي خالد أتكلم، فصارت عادة عندي أنه خلاص لابد موسم الحج لازم أكون موجود هناك. يعني لي الحمد لله فضل الله يمكن 7 أعوام وأنا أروح أتطوع كل سنة في موسم الحج. جميل. انقطعت عنها سنتين في فترة كورونا، رجعنا السنة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. كون خالد رايح من مشاهير السوشيال ميديا، أنا والله شوفي ما أعتبر نفسي أصلا مشهور في الميديا بشكل عام في حياتي اليومية أو حياتي الطبيعية، فبالك لما أكون رايح للحج. ولكن لما رحت الحج وحسيت أنه عندي شيء أنا مختلف أو عندي ميزة يمكن مي موجودة عند أغلب المتطوعين، فحبيت أني أوظفها في خدمتهم، خدمة زملائي وإخواني المتطوعين، أني أسلط الضوء على أعمالهم، على الأشياء اللي هم يقومون فيها، على خدمتهم وضيوف الرحمن، على روحهم الجميلة، على حبهم للعطاء. جميل. كان يعني اللمسة هذه مني أو الفكرة هذه مني، يعني الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى جابت نتيجة طيبة وحصلت ثناء كثير من بعض المتطوعين. كثير من المتطوعين يروح يتطوع بس من كثر ما هو متحمس وقاعد يشتغل ما يفكر يصور نفسه. صحيح. فلما يجي خالد يصوره ويخرجه من جانب ويروح يجلس يريح فترة راحته، وتجي ترسل له أمه أو أخوه أو أي أحد أقارب يقول اليوم شفناك في سناب خالد وكذا، يعني شيء مو طبيعي. صورت متحدثين في العمل التطوعي، ناس لهم سنوات، يعني هم أصلا يعني يقول خالد ما توقعنا أنه ما شاء الله تبارك الرحمن عندك هالتفاعل هذا، كيف مقاطعنا انتشرت بهالسرعة هذه، كيف وصلت لأهلنا، ما أخذت ساعة ساعتين إلا كل الناس تراسلنا وتكلمنا. فصار يعني حاجة حلوة جميلة عند المتطوعين أنه
انه كاني انا قاعد اقول لهم ترى انا قاعد اقدم لك شكر للعمل اللي انت تقدمه. جميل. انا سالتك انك كونك انت احد صناع المحتوى ومشاهير السوشيال ميديا لسبب معين، انه في انا بطلع لفاصل، مخرجنا قاعد كل شويه يقول لي اطلع لفاصل، بس لاني دائما اخي خالد تعرف وانت تقرا وانت مع الناس اللي في انتقادات تطال مشاهير السوشيال ميديا، راح اتكلم على هالنقطه بالذات لكن بعد ما نطلع لفاصل عشان خلاص زعلنا مخرجنا مما فيه الكفايه، نطلع لفاصل وبعدين نرجع لكم مشاهدينا في برنامج نقطه حوار، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وبرنامج نقطة حوار في يعني الجزء الثاني من البرنامج، وضيوفي هم الأستاذ خالد العويمري وهو متطوع في الحج، وأيضا الأستاذ خالد شيباني وهو أحد مشاهير أو أحد صناع المحتوى في السوشيال ميديا، وأيضا هو أحد المتطوعين في موسم هذا الحج. رحب فيكم مرة ثانية أخوي خالد وأخوي خالد. طبعا في أكيد مواقف صادفتكم سواء مع الحجاج أو حتى مع المتطوعين. أستاذ خالد قبل شوي قال موقف مع أحد المتطوعات يعني، لكن أنا أبغى المواقف اللي صادفتكم على أرض الواقع مع الحجاج. أتوقع إذا كنا بنتكلم عن المواقف، أنت كم مشيت مرة يعني؟ أكثر واحد مشى هو عشان يروح يغطي عند المتطوعين، يروح يغطي المتطوع يروح يغطي، فأتوقع أنه من أقوى المواقف اللي مرت عليه مرت على خالد. مواقف لا لا. يمكن اللي يحضرني منها الحين لقيت مسن كبير بالسن، ومشكلة ما بيني وبينه لغة تفاهم لأنه أعجمي يعني ما يتكلم عربي، لكن اللي فهمت منه انه يوريني سواره، يوريني يقول انا ضايع. يا الله. فا اوه هذا ضايع يعني خلاص جالك انت، شافني لابس سديري وكذا، ما يعرف انا مين، بس يعرف انه انا موجود هنا لخدمته وبتدله على المكان. إيه. فهذه مو يعني مو مهمتي حفظ اماكن المخيمات وين تقع، هذه غالبا عند الكشافه ويكون معاهم خرائط يمشون عليها وكذا. فقلت يلا الآن ما في إلا أني أخذه أنقله لأقرب نقطة كشافة وهم يتولون الموضوع. بكل صراحة عانيت لين وصلت لأقرب نقطة كشافة، لأنه لأن مكاننا شوي كان بعيد، وأنا ما أدري هو أصلا كيف ضاع ومين كان معه وكيف أصبح موجود هنا. أخذته مشيت أنا وياه، كل شوي كان يقول لي أنا تعبت يريح، وأجلس معه جيب له موية، أجلس معه أحاول أتكلم معه بلغة الإشارة نفهم بعض شوي شوي ما نفهم بعض، اللي هن وفقني الله ولقيت واحد من الشباب طلبوا لنا طبعا زي سيارة صغيرة نقلناه للشباب وبحثوا عن المخيم حقه بعدين وصلوا. أنا طبعا طول هالفترة هذه أنا كنت معهم، فرحت بعيد بعيد مرة يعني صراحة مشيت مسافة كثيرة. فلما وصلت هناك نظرني خلاص هو وصل المخيم حقه، نظرني يعني أنت جلست معاه لين وصلت للمخيم، لين وصلنا المخيم. إيه؟ أنا بس بشوف الشباب وين في النهاية وين بينتهي الموضوع. إيه؟ وصلوا طبعا بالاساس الشباب حقين الكشاف الله يعطيهم العافيه. لما وصلنا للمخيم نظرني كذا، حسيت عنده مشاعر يبغى يقولها لي بس مو عارف يتكلم معي، حسيت انه كانه بيشكرني كانه بيودعني. فيتذكر ساعتين قضيناها مع بعض او ساعه ونص لين وصلنا هنا. فلما جيت اروح كذا كانه يقول يعني سلم علي احضني، قربت من عنده للرجال حضني وكذا، كانت مشاعر جميله صراحه. فلقطت معه صورة للذكرى، طبعا ما نشرتها، كانت صورة للذكرى زي كذا، فخليتها احتفظت فيها عندي. هذه من ضمن المواقف، وتصير مواقف كثيرة يعني تصير مواقف كثيرة. خالد يمكن خالد لو بيعطينا مواقف حطنا من مواقف المتطوع. والله أنا صراحة يعني من المواقف اللي شدتني وقت الشباب وهم يرشون الموية اللي يبردون الحجاج، كانت معنا من ضمن المبادرة مرشات تبريد على الحجاج. ما شاء الله تبارك الله. إيه، فمن المواقف صراحة اللي شفتها يعني وقلت يعني سبحان الله إنه هؤلاء الحجاج يعني. طبعًا هذه المرشات اللي. إيه هذه المرشات وهم يبردون الشباب. كانوا الحجاج وهم يمرون على الشباب يشوفون العرق على الشباب سايح وشغلهم والحر وما كان يغطي رؤوسهم شيء أغلب الشباب، كانوا يوقفون يقول لا إحنا اللي بنبرد عليكم ربي. فكانوا يرشون على الشباب الموية من قوارير الموية الصحة الحجاج. انا احس انه تتغير الشخصيات بعد هذا يعني. انتم الحين جالسين تتكلمون، شايف المجموعه هذه اللي على الشاشه؟ ايوه. لو تعرفين
وش كثر يعني عانوا لين ما وصلوا للبرادات عشان يوزعوا المويه. لو تعرفين كم مشوا من المسافات وفقت الحر، لو تعرفين وش كيف انهم جالسين من الساعه 10 في الليل ليله عرفه عند البراده يستقبلون الحجاج يوم عرفه الين مغرب يوم عرفه، وبعدها يروحون مشي يكملون مشي على رجولهم لين يوصلون السياره اقرب نقطه ممكن تقريبا يمكن تقريبا 10 كيلو السياره موقفه يعني خارج نطاق عرفات، فعشان يوصلون للسياره ويرجعون. هذه واحده من المبادرات اللي اقول كانت عندنا اللي هي سوق عرفه مخصصه ليوم عرفه، نجي قبلها بيوم ونوزع المويه في يوم عرفه والسقيا، وبرضه نوزع المظلات الشمسيه على الحجاج، ايضا برضه اللي هو المرشات، ونشتغل على ارشاد التائهين. فهذه من المبادرات صراحه اللي انت بتتكلمين عنها تتكلمين عن جهودها. يعني انت عارف كميه الفخر اللي الان انا قاعده اشعر فيه استاذ خالد؟ يعني انا حاليا انا قاعد الحين بهالوقت وانتم قاعدين تتكلمون قاعده احس بشعور كبير بالفخر فيكم وبالجهود، واتمنى كنت اتمنى لو كنت انا معاكم، لانه يعني يا الله قديش الاجر العظيم اللي انتم حصلتوا عليه. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يا رب انه يتقبل منكم. الله يعني يكتب الاجر ويتقبل من الجميع وعلى النيه. لكن ترى يعني حتى يعني ما 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 نحجم موضوع التطوع على المتطوعين اللي شاركوا، كثير ترى يبغون يشاركون، كثير راسلوا خالد تواصلوا معه، نبغى نيجي ندخل بس للمشاهد، نبغى نشارك كمتطوعين. لكن يعني تعرفين الامور مقننه وتصاريح معدوده ومحسوبه على المتطوعين وعددهم، فاللي ما جاء وله يبغى يشارك فله اجر النيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا هي حتى يخضعون المتطوعين ل يعني انتم لمعايير معينه لاختيارهم، اعمار معينه اكيد. طبعا يكون في ترشيح في الغالب يكون في ترشيح، وكل فريق اصلا موجود مشارك في موسم الحج تلقين عندها اصلا الاف المتطوعين واعداد كبيره، ولكن يختار النخبه منهم او الافضل او اللي متمكنين اكثر او اللي عنده سي في اكبر. فالتطوع في الحج مختلف عن التطوع في أي مكان ثاني طبعاً. يفضل أنه يكون في ناس عندهم خبرة، ناس متمكنة، ناس يعني خلينا نقول أنه صحتها البدنية كويسة، يعني ما عندهم لا قدر الله بعض الأمراض وكذا، لأن تعرفين اللي بيبذل جهد كبير كبير، فبعضهم مثلا يكون عنده سكر أو ضغط الله يشفيهم. آمين يا رب. فوجوده في مثل هالمواقف هذه متعب عليه. التطوع ما يقتصر على التطوع الميداني في موسم الحج، فيه تطوع إلكتروني، فيه تطوع إرشادي، فيه تطوع ترحيبي. التطوع يعني مو مقتصر على توزيع موية أو إرشاد تائهين أو أنه خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر في هالأماكن، هذه تطوع له أوجه كثيرة. نعم صادق. أنا أبي أسأل عن نقطة أستاذ خالد، الحين تكلم على الموقف اللي صار في موضوع اللغة واللهجة، حتى ممكن أحيانا يكون مثلا لهجة إخواننا العرب في شمال أفريقيا ما كثير ناس بتفهمها، خصوصا مثلا يجيك اللغة الأمازيغية وما إلى ذلك. كيف أنتم تعرفون مثل هذه المواقف اللي صارت لأستاذ خالد، كيف أنت ممكن تتجاوزها؟ هذه مو مسألة التجاوز، لكن بقدر ما هو مسألة أنه فيه يعني أشياء يعني بديهية وجهزتها حكومتنا الله يعطيهم العافية ويكتب الأجر لهم، واللي حقيقة نفخر في الجهود اللي قاعدين يقدمونها في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن. وإحنا أصلا كل متطوع يروح هناك يعكس اللي هو المواطن السعودي وتوجيهات دولتنا الرشيدة في أنه أنت تحمل مسؤولية على عاتقك في خدمة الضيف اللي جانا من برا. فهم اصلا يعني فيه من التجهيزات اللي للحجاج انهم لبسينهم على اساور فيها باركود كل معلوماتهم، يعني ممكن انك توصل اقرب يعني نقطه عندهم في المخيم. ايضا اذا يعني اذا مره ما لقيت احد مثلا ممكن يكون في لغه تواصل بينك وبين هالحاج، لانه في فرص تطوعيه في الحج من ضمنها الترجمه اللغات والترجمه. لكن كل هالجهود اللي وفرتها حكومتنا سهلت علينا احنا كمتطوعين، وسهلت برضو على الحاج لغة التواصل بيننا مثل ما قال خالد، يعني كان عليها سوار وقاعد يأشر عليها الحاج، يعني الحاج فاهم الموضوع انه كل شيء يخصه موجود في هالباركود اللي على يده. فخالد على طول يعني نقلها للمختصين اللي ممكن انهم يقرون الباركود ويوصلون المخيم باقرب يعني وقت. يعني خالد ما تفهم معه، كانت اللغة يعني معدومة بينهم في التواصل، لكن فيه اللي هو آلية الإشارة، آلية الباركود، كيف أنك تتوصل اللي يبغى المخيمة، مكان تجمعهم، التقسيمات داخل المشاعر، أنه هذه الجهة للدول شرق آسيا هذه كذا.
فهذه كلها جهود نفخر بها احنا كمواطنين سعوديين، ونفخر يعني خالد من المواقف برضو اللي عنده، يعني صور اكثر من موقف لاكثر من حاج قاعد يدعي لحكومتنا الرشيده، الله يكتب الاجر ولله الحمد. يعني هذا من الاشياء اللي تدعو للفخر والاعتزاز. تعزيزا لكلام خالد في موضوع التواصل عن طريق اللغه، هناك فرق تطوعيه مهمتها الترجمه، يعني المتطوعين اللي عندهم كلهم مهمتهم انهم يترجمون فقط وبعده لغات، وايضا من اللي لازم نشيد لهم اخواننا في الكشافه، كثير من المتطوعين عندهم يكون عنده اكثر من لغه. بالاضافه الى ذلك، من الاشياء الجديده اللي صارت السنه هذه، هنالك فرق تطوعيه شاركت، او خلينا نسميها جمعيات، متخصصين في ترجمة الإخواننا للصم والبكم. رائع. لغة الإشارة هذه أول سنة أتوقع أنها تسير. تواصلوا معي من الإخوان في هذه الجمعية وطلبوا مني أن يكون يعني أغطي لهم وأغطي مبادرتهم، ولكن لكثرة الضغط، لكثرة العمل، لكثرة جهود المتطوعين، ما تسنت لي الفرصة أني أروح أغطي هالمبادرة، رغم أنها مبادرة نوعية، كون أنه متطوع يترجم الأصم أو أبكم وإلى ذلك من هالأمور، فأنا أعتبرها مبادرة صراحة. من أحد الجمعيات أيضا أخي خالد اللي أيضا كانت فيها إسهامات على أرض الواقع، هي جمعية السلام للإغاثة والإنقاذ، وللحديث أكثر حول هذه الجمعية ومساهمتها على أرض الواقع، معي على الهواء مباشرة الأستاذ محمد بن صالح المداوي، وهو المتحدث باسم جمعية السلام للإغاثة والإنقاذ. حياك الله أستاذ محمد، ومعنا نورتنا أكيد في برنامج نقطة حوار. اهلا وسهلا فيكم جميعا، والله يعطيكم العافيه ويكتب اجرنا واجركم ان شاء الله، وشرف لنا ان نكون في هذا الصرح الاعلامي. يعني انت باسم جمعيه السلام للاغاثه والطوارئ، ايش الابرز الخدمات اللي انتم قدمتوها على ارض الواقع لخدمه ضيوف الرحمن استاذ محمد؟ وعساكم على القوه، وكل عام وانتم بخير باذن الله. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله، ونسال الله ان يتقبل ما قدمناه لحجاج بيت الله وضيوف الرحمن. تعدنا في هذا العام وهي السنة السابعة على التوالي المشاركة، تسجل مشاركة لجمعية السلام للإغاثة والطوارئ في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، وكذلك في المنافذ البرية والبحرية والجوية في استقبال وتوديع الحجاج. جاءت مشاركة هذا العام بالتحديد مع المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل. هذا المجلس يتبع لوزارة الحج، كان التنسيق منذ أشهر سابقة على أساس أن يكون بيننا مذكرة تفاهم لهذا العمل وهذه المشاركة، وبفضل الله تمت على أكمل وجه وانتهت بحمد الله على أكمل وجه هذه المشاركة. جمعية السلام للإغاثة والطوارئ متخصصة في البحث والإنقاذ والإغاثة والطوارئ والإسعافات الأولية وما شابه ذلك. بالتحديد كانت المشاركة للجمعية في موسم الحج في الإسعافات الأولية وإدارة الحشود وفي الأمن والسلامة. كانت مذكرة التفاهم مع الجمعية مع المجلس التنسيقي في ضمن هذه المجالات، والتي قد تطرأ وتساند وتدعم الجهات ذات العلاقة. سجلت الجمعية هذه المشاركة في المشاعر المقدسة ابتداء من ليلة التروية يوم 8 ذي الحجة، ثم على صعيد عرفات، ثم مزدلفة، ثم أيام التشريق في منى. باشرنا بحمد الله الإسعافات الأولية، باشرنا معهم في الحشود، في الأمن والسلامة، في كذلك في التفويج. بعد مذكرة التفاهم يوجد لدينا كوادر بشرية مؤهلة من المتطوعين والمتطوعات أبناء الوطن الغالي، قدموا من مناطق المملكة للمشاركة في هذه المهمة. تم تقسيم الفريق إلى مجموعات ورؤساء مجموعات وتوزيعهم حسب الاحتياج بالتنسيق مع المجلس التنسيقي في ذلك، وكان ذلك جدا جميل وسجل نجاح رائع، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف والنقل الترددي وما شابه ذلك مما كان يدعم مسيرة هذه الجمعية في هذه المشاركة. أدرنا الحشود في النقل الترددي، في التفويج، في صعيد مزدلفة، في ميناء من وإلى الحرم. كذلك باشرنا الإسعافات الأولية في مشعر عرفة، في مسجد النمرة، في جبل الرحمة، في مشاعر عرفة كلها، عند الجمرات في منى كذلك، في أثناء ليلة المبيت في مزدلفة. سجل المتطوعين والمتطوعات أنبل الصور الجميلة التي تعكس مفهوم التطوع
وبتخصصية كاملة، إن كان في مجال الإسعافة الأولية، إن كان في إدارة الحشود والتفويج وما شابه ذلك، وإن كان في الأمن والسلام بحسب ما طلب منا المكتب التدريبي. جميل. أنت أستاذ محمد تكلمت عن جهود المتطوعين، ونحن اليوم حلقتنا عن جهود المتطوعين بشكل عام، ومعنا في الاستوديو أستاذ خالد العويمري، أيضا أستاذ خالد الشيباني، وقاعدين نتكلم عن المواقف الجميلة اللي تصير للمتطوعين ومع المتطوعين في المشاعر المقدسة. قبل ما أختم معك أستاذي محمد، أبسألك عن الزي اللي أنتم يعني ترتدونه في أيام يعني في الأيام هذه في التطوعية في أرض الواقع في المشاعر المقدسة، هل كان هناك زي معين؟ نعم، الجمعية لديها زي موحد للمتطوعين وزي موحد للمتطوعات. جميل. يحمل شعار الجمعية والتي هي تتبع أساسا لوزارة الموارد البشرية وتشرف عليها وزارة الداخلية. هذا الزي الموحد معمول به منذ عام 2014 عندما كان يسمى فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ. جميل. ثم بعد ذلك أصبح جمعية، وما زال الزي الموحد هو الذي نعمل به في جميع المشاركات، سواء كانت مع وزارة الداخلية أو كانت مع المجلس التنسيقي أو كانت مع الدفاع المدني، أي جهة كانت، حتى في البحث والإنقاذ زينا زي موحد جميع المتطوعين والمتطوعات، يحملون بطاقات ورخص دولية وداخلية محلية مؤهلة لهم لممارسة العمل، كلهم بحسب تخصصه. جميل. أشكرك أستاذ محمد بن صالح المداوي، وأنت المتحدث الرسمي باسم جمعية السلام للإغاثة والطوارئ، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا اليوم، عساكم على القوة بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد. طبعا سمعتوا كانت المداخلة الجميلة من قبل أستاذ محمد، أيضا هم قدموا عدد من الخدمات التطوعية اللي موجودة على أرض الواقع. سألتها على الزي، أنتوا أيضا عند كل المتطوعين عندهم زي معين؟ لازم هذا موحد يعني في المتطوعين، كل واحد يعني يحمل يميز الجهة اللي هو يتبع لها واللي هو شغال معها، لأنه برضو فيه جوانب قانونية، أنه لما ما يكون عليه زي أنت من وين جاي؟ أنا متطوع تتبع لأي جهة؟ في تصاريح مستخرجة للمتطوعين الجهات معينة على حسب المبادرات وعلى عدد المبادرات. حلو. عشان كذا أقول لك في تقنين للعمل التطوعي في موسم الحج. ممتاز. مثل ما ذكر أخوي خالد في البداية اللي هو الحجاج المتطوعين كيف يتم استقطابهم، يتم استقطابهم على مجموعة من الأسس اللي تكلم فيها أخوي خالد. جميل. فهذه كلها يعني تنعكس في النهاية على ماذا يقدم المتطوع للحج. تمام. إذا أخوي خالد وأستاذ خالد أيضا رح نطلع لفاصل، بعد الفاصل أيضا مشاهدينا سوف نتعرف على مشاعر كانت هي الدموع الأساس فيها مشاعر الحجاج في وداع المشاعر المقدسة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاعر اختلطت بالدموع وأخرى كان إحساسها لا يوصف. مشاعر الحجاج في وداع المشاعر المقدسة كانت هي الحدث الأبرز الذي تحدثت عنه عدد كبير من وسائل الإعلام، وخاصة في اليوم الأخير من أيام التشريق. دعونا نتعرف إلى هذه المشاعر مع يعني هذا التقرير الذي أعده لنا الزملاء في المشاعر المقدسة. أشكر المملكة العربية السعودية، ما قصروا معنا والله، خدماتهم كويسة والله، ينصر ملكها كمان لأنه ملكها هو اللي بتحكم في كل شيء، والله كويسين لحد ما خدماتهم كويسة وأحسن من هيك ما في والله، والنشامة واقفين والحرم والسعادة الحمد لله ما شاء الله عليه، كلها خدمات كويسة، ونشكر المملكة العربية السعودية وبنشكر كمانيتي جلالة الملك، وبنشكر كل الخدمات وكل الكادر العسكري ما شاء الله عليهم، وكل عام وانتم بخير. أول شيء كل عام وانتم بخير، وإحنا والله مشاعرنا ما قدرين نوصفها يعني صراحة، وأحسن من هيك خدمة والله ما في السعودية، وأحسن نشكرهم وأحسن من هيك ما في. أنا أم محمد خلفات من الأردن. حياك الله يا حج. يا هلا ميت مرحبا، حياكم الله. عرفنا بنفسك من وين جاي؟ أنا جاي من فلسطين، من البلاد المقدسة، قبلتنا الأولى. مبروك الحج. الله يبارك فيك. شعورك وأنت تودع مثل هذه الأماكن الطاهرة؟ الصراحة إنه القلب حزين والدموع تسكب على فراق هذا البيت المقدس،
ونتمنى من الله انه يعطينا الفرصه مره اخرى انه نزور هذا الكعبه والحج مره ثانيه وعمرات كمان ان شاء الله باذن الله. كيف تشوف الخدمات التي قدمت؟ حقيقة بدون مجاملة أشكر المملكة حكومة ملكا وحكومة وشعبا على هذا الأداء الرائع من الخدمات من الإدارة من رجال الأمن اللي كانوا عون لجميع المصلين وكانوا يتقبلون بصدر رحب وابتسامة وهذا لبسنا إحنا بعينينا وشفنا هذا بشكل محسوس وشكرا للمملكة اللي أتاحت لنا هذه الفرصة وقدمت كل هذه الخدمات. مستر حميد الحلافي شكرا شكرا لسيدي صاحب السمو الملكي وشكرا من الأعماق على كل الجهود المقدمة من قبل رجال الأمن والطاقم المستلم على الحرم يعطيكم العافية كانت حجة جميلة جدا والله يجزاكم ألف خير. حياك الله يا حاج. حياك الله سيدي. مبروك. الله يبارك فيك ويبارك لأهل السعودية ويبارك الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على المجهود الجبار اللي معمول. شعورك وأنت تودع أطهر بقاع الأرض؟ شعور لا يوصف. إحنا الواحد سايب قلبه هنا ومروح فأطهر بقاع الأرض مكة والواحد زار المدينة زار المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يوصف الشعور يعني نتباكى بالدموع ويبكي قلبي بأن أنا مغادر يعني. حج مبرور إن شاء الله. بارك الله فيكم وبارك في أهل السعودية وبارك في الملك سلمان وبارك في ولي العهد محمد بن سلمان. بارك الله فيكم. محمد بن سلمان بيذكرنا بفيصل الله يرحمه صقر العرب فهذا ده أهل السعودية دايما وحكام السعودية. بارك الله فيكم. حياك الله يا حج. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. شعورك وانت تغادر أطهر بقاع الأرض؟ أول شيء الحمد لله اللي الله كتب لنا هالحجة وإن شاء الله تكون مقبولة لنا ولجميع المسلمين. صدقا شعور لا يوصف وبتمنى الواحد يضل في هالبلاد ويضل كل يوم يعمل عمرة وحج إن شاء الله. مشكورين على جهودكم وما قصرتوا. بتمنى أنك تعود السنة الجاية؟ بتمنى وإن شاء الله راح أرجع. حجة مبرور إن شاء الله. بارك فيك يا رب. مشكور. تسلم حبيبي. شكرا للزميل عايض الشهري وأيضا للزميل محمد العليط على هذه التقارير الجبارة والرائعة ولليوم هي نقلت الصوت والصورة لهذه المشاعر التي لا تنقل بالعادة ولكن دائما ما نستشعر إذا كانت المشاعر قلب كل الشكر والتقدير للزملاء الأفاضل الذين دائما ما نقول أن دائما الصوت الإعلامي هو الصوت الذي دائما ما يوصل كل الرسائل. أخوي خالد وأيضا أخوي خالد إيش رأيكم بالمشاعر اللي شفناها قبل شوي يعني؟ أنتم الله يسامحكم على هالتقرير أنا أقول الله يسامحكم لأنه استشعرنا من هالتقرير كأنه اللحظات اللي كنا منغادر فيها مكة فكأننا تعيزين الحين اللحظات اللي قاعدين وقتها يعني ما كان في الخاطر يعني انه يعني صراحه ان نطلع من المشاعر نطلع من عند الحجاج لكن هي ايام وتنتهي يعني صحيح. فترات لكن ان شاء الله باذن الله انه يعاد علينا ان شاء الله سنوات عديده ومديده باذن الله ونخدم ضيوف الرحمن. المشاعر ما توصف. انت اللي قلتيها بنفسك يعني انت قلتي يا استاذ عاد انه تحس بمشاعر كانك انت الحين عايشه اجواء الحج وانت بعد ما جربتي هذه التجربه ولا عشتيها فكيف لو عشتي هالتجربه وكيف لو شفتي التعب اللي فيه لذه. انا اشوف انه اي شيء في الحج يعني كل الجهود اللي المتكامله الموجوده في الحج سواء من رجال الامن من وزاره الصحه وزاره الداخليه كل الوزارات بكافه طواقمها حتى اللي على راس العمل ما هم متطوعين اللي راح يخدمون الحجاج هذه كلها يعني جهود عظيمه قاعده تقدم فيها الحج. الكل مشاعرهم الكل مشاعرهم مختلطه يعني عليهم في وقت توديع الحجاج وانتهاء الموسم الحج فأنتم الله الحين كأنكم رجعتونا 4 أيام وراء يعني لوقت مغادرة الحجاج. أستاذ خالد بصراحة أنا أعتبر أنه اللقاءات اللي قبل شوي سويتوها وعرضتوها هي عبارة عن شكر من الحجاج للأشياء اللي صارت أو خليني أقول لك شكر للمتطوعين. هم الحجاج لما يشكرون ما يحددون جهات يقولون المملكة. المملكة من هي المملكة؟ المملكة هي كل من قام بخدمة الحجاج صحيح. فكأنهم يقولون لنا شكرا على جهودكم يعني تعبنا عطائنا الأشياء اللي قدمناها
لما نسمع كلمة حاج يقول شكرا للمملكة خلاص هذه كأنه أعطانا كل شيء إحنا نبغاه. ف وأنا أيضا يعني سويت يعني لقاءات مشابهة للقاءات هذه كانت مع الحجاج، بصراحة إني انصدمت من ردة فعلهم، من كلماتهم، من مشاعرهم، من عباراتهم اللي طلعت. سمعت دعوات يعني بكل أمانة يعني أنا فخور فيها، أنا فخور إني تطوعت هالسنة هذه والسنوات الماضية، وأنا فخور إني ابن لهالبلد هذه طبعًا. اللي عودتنا على خدمة ضيوف الرحمن، عودتنا على خدمة كل من تطأ قدمه هالأرض هذه. صحيح. في قالوا لي في فيديو زملاء في الكنترول عن المتطوع، يعني انا ما شفت الفيديو قبل، بس خليني اشوف الفيديو، اشوف المخرج ايش اللي محضر لنا اياه، ونرجع لضيوفنا في الاستوديو. اللهم لك الحمد اللي اصطفانا واختارنا بان نكون في هذا المكان العظيم لخدمه ضيوف الرحمن. ستبنى بنا الارض غربا وشرقا اذا ما رغبنا العلى المستحقه. تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقا. فبالخير نسعى إلى الغير دوما، وعند الإله لنا الخير أبقى. ترى المتطوع ثغرا بسوما، وقلبا نقيا من الحب يسقى. ونحن سمو سمونا بفعل أحال المحبات للخير عشقا. سنبني البلاد بروح التفاني وسير على منهج ليس يشقى، وسير على منهج ليس يشقى. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلى المستحقة. تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقة. شباب شيوخ رجال نساء ومن كل فرق غدا الكل أرقى. إذا دوما بالعطاء نرتقي، ودوما بالعطاء هي تكون دائما ما ترتقي في كل سماتنا الإنسانية. فبالعطاء وحده نحن نرتقي إلى أعلى منزلة من منازل الإنسانية التي فطرنا عليها. فيديو مؤثر جدا خالد. أتوقع الفيديو هذا هو اللي يحكي عن نفسه. فالشكر لله سبحانه وتعالى ثم الخالد على أنه وثق هذه اللحظات بهذه الفيديوهات. صحيح. اللي تبقى في ذاكرتنا ما حيينا. يعني ما في تعليق على الفيديو زي ما شفتي انت ابدا. صادق استاذ خالد، الحين انت وانت تشوف الفيديو ايش كان الشعور اللي يعني كذا يعني في داخلك؟ طبعا الفيديو انا ما شفته الا بعد ما انتهى موسم الحج، فكان شعور اعتزاز، شعور فخر، شعور يعني شعور ما يوصف، هاي شعور صراحه. وبالعكس مثل هالمقاطع هذه ومثل هالفيديوهات هذه هي اللي تحمسني وتحمس غيري السنوات القادمة أنه نتواجد في هالمكان ونتواجد لخدمة ضيوف الرحمن. فشكرا من كل أعماق يعني قلبي لكل متطوع ساهم معنا هالسنة. صحيح. هذه شكرا لكل الجهات اللي تكاتفت، شكرا لكل من دعم المتطوعين ودعم الجهات اللي قدمت هالعمل الجميل. جميل. وشكرا حتى للناس اللي كانت تدعي لنا وهي تشوفنا. وحنا دائما ندعي لكم يعني اخوي خالد، يعني يمكن الشيء يعني اللي يذكر انه من احد يعني احد اهداف هويه او رؤيه المملكه 2030 هي زياده عدد المتطوعين لمليون، يعني بالفعل. بعد هذه المبادرات وايضا يعني هذه احد حتى الرؤيه اللي طرحها سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله، ضمن احد الاهداف دائما انه زياده عدد المتطوعين في المملكه العربيه السعوديه. بالفعل. طبعا تعريجا على كلامك يعني والشكر لمن يقدم يعني صراحه لمن ذللوا الصعاب يعني قدام المتطوعين على انهم يشاركوا في هالحج. يعني المركز الوطني لتنميه القطاع الغير ربحي ممثلا باداره التطوع ومديرها الاستاذ محمد ال ساعد اللي نشكره من هالمنبر. مستاهل. الاستاذ عبد العزيز حوالي مدير التخطيط والتطوير بالمركز الوطني لتنميه القطاع الغير ربحي برضو اللي متواجد مع المتطوعين وصراحه كالنحله داخل الخليه. أب المتطوعين. أب المتطوعين الاستاذ فايز العمري ممثل وزاره الحج مدير اداره الجهات الاشرافيه على في وزاره الحج. فكلهم صراحه وفي الاخوان في برنامج خدمه ضيوف الرحمن الكل تكاتف
الهاتف والكل يعني قدم كل التسهيلات في سبيل تذليل الصعاب أمام المتطوعين في الحج، فلهم منا جزيل الشكر والامتنان. أستاذ خالد، كلمتك الختامية اليوم. كلمتي الختامية شكرا لكم أنتم، كونكم يعني أبرزتوا جهود المتطوعين، كونكم شاركتونا هالعمل هذا ووثقتوا بعض اللقطات ووثقتوا بعض الصور الجميلة، كونكم أيضا استضفتوا من هم تطوعوا ليتحدثوا عن مشاعرهم وتجربتهم في التطوع، فشكرا لكم، أنتم شركاء معنا في التطوع أو شركاء معنا في هالنجاح اللي صار. الله يعطيك العافية. إذا أستاذ خالد الشيباني وأنت حصلنا على المحتوى والمشاركين في التطوع في موسم حج هذا العام، شكرا جزيلا لك. أخي خالد العويمري شكرا جزيلا، أنت أحد أيضا يعني دائما أقول أنت يسمونك في كل مبادرة تطوعية أيضا أجدك، فأنا كثير دائما ممتنة لكل المبادرات اللي دائما ما تطلع عليها وأيضا بنفس الوقت أشوفك دائما فيها. أخي خالد العويمري شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا. الله يعطيك العافية. ودائما الشيء بالشيء يذكر، إنه أنا فخورة فيكم كثير، يعني انتم اليوم قاعدين تتكلمون وانا زادني فخر اليوم ان انا يعني اليوم اشوف مثل هذه الشباب وهذه القدرات والكوادر الرائعه في التطوع وفي العطاء. الله يعطيك العافيه والف شكر لك استاذ. الله يحفظك يا رب. اذن مشاهدينا شكرا لكل طاقم العمل في نقطه حوار على ابراز جهود المتطوعين. غدا باذن الله ستكون لنا حلقه سنبرز الجهود التي كانت خلف الكواليس الكوادر الاعلاميه، واكيد سوف نعرج بالذكر على الجهود التي للمراسلين في قنوات 24، سيكون لنا وقفه معهم. دوما ضعوا بين اعينكم وفي مقدمتكم دائما ان العطاء لا يجلب الا الخير، دائما اعطوا بسخاء فبالعطاء وحده يستقيم الانسان. نلقاكم بالحلقات المقبله والقادمه، الى ذلك الحين لكم من اجمل وارق واحلى التحايا وفي امان الله ورعايته.